بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم صديقي العزيز. للاسف الشديد اثناء ما الواحد ما كان بيتفرج على حفله اتلانتا على ليفربول، المغرب كانت بتعمل عظمه في حفله افتتاح عظيمه لكاس الامم الافريقيه للفوتسال. صديقي هتقول لي بس على فكره الافتتاح كان قبل المباراه بتاع المغرب، هقول لك صديقي ما احنا كنا مشغولين في ماتش الاهلي وزاد، بس بصراحه لما ترجع تتفرج على الافتتاح عظمه. لا بجد يا صديقي الموضوع مش مبالغه، بس صديقي حابب ان انت تتفرج على احتفالات او تتفرج على افتتاحات البطولات اللي تلعب في المغرب، معلش سواء افتتاحات احتفالات اي حاجه تتفرج عليها في المغرب هتنبسط. تقول لي ترى والله طبال، لا والله يا صديقي الموضوع ملوش اي علاقه بالطبله، للاسف الطبله اللي كانت عندي ضاعت هنا. صديقي الموضوع ملوش اي علاقه بالتطبيل، بس انت اتفرج على الافتتاحات اللي بتعملها المغرب. صديقي مش انا اللي بقول كده، صديقي اتفرج على تتويج المغرب بافضل حفل افتتاح، وطبعا كان حفل افتتاح المونديالييتو. صديقي انا بكلمك على بلد بتعرف تعمل افتتاحات للبطولات الكبرى، وكمان حتى البطولات اللي ما حدش مهتم بيها غير المملكه المغربيه والاتحاد الافريقي لكره القدم. هتقول البطولات انت كده بتقلل من كاس الامم الافريقيه للفوتبول. صديقي العزيز مش هنحور على بعض، ما حدش مهتم بالبطوله دي غير الجماهير المغربيه اللي هي عاشقه للفوتبول. غير كده يا صديقي فما اعتقدش يعني ان في اهتمام عربي كتير بكاس الامم الافريقيه للفوتبول، وحتى كمان الاهتمام الافريقي بالفوتبول نوعا ما مليان مشاكل، ولكن اعتقد ان اللعبه في السنين الجايه هتكون بتحظى باهتمام كبير جدا في لا فرقة. هتقول لي يا صاحبي انت بتقلل، يا عم انا مش بقلل، بس انا بقول لك ان حتى لو البطوله مش كبيره وحتى لو العالم كله مش مهتم على الافتتاح هتتفرج على افتتاح عظيم، لان هي دي المملكه المغربيه يا صديقي. الناس بتعرف تعمل احتفالات جامده جدا، والناس بتعرف تعمل افتتاحات للبطولات بتاعتها جامده جدا، وبتعرف تسوق البطولات اللي عندها بطريقه ممتازه، ودي اكتر حاجه مثاليه في المغرب الفتره الاخيره. اتفرج على اي بطوله تتلعب في المغرب، اتفرج على اي بطوله تنظم في المغرب، اتفرج على الزخم الجماهيري، اتفرج على الاهتمام الاعلامي، هتلاقي المغرب لما يعني بتبيع بطولات نوعا ما محدش مهتم بيها هتلاقي بتبيعها لك بشكل مثالي جدا، اللي هو هتحس ان البطوله دي لو انت ما اتفرجتش عليها هتخسر كتير، مع ان البطوله لو ما اتفرجتش عليها بتخسر اي حاجه خالص، ولكن معلش يعني هو المغرب باعت لك الباكج بتاع البطوله على ان البطوله دي مهمه، وباعت لك الباكج بتاع التنظيم وباكج الافتتاح على ان البطوله دي عظيمه وهتتفرج فيها على عظمه، انت تتفرج على حفل افتتاح عظيم، ومعلش يعني البطوله هتكون ايه؟ بالظبط يا صديقي العزيز، الافتتاح بيخط، والافتتاح شكله والمنظر بتاعه كان عظيم، وطبعا كل المناظر دي مرسخه بشويه تراث مغربي ومرسخه باصول مغربيه بتتفرج فيها على حاجات عظيمه، سواء بتتفرج على افتتاح المونديالييتو ووجود ابن بطوطه، او بتتفرج النهارده على شويه حاجات سهله وبسيطه وسلسه، ولكن هي دي المغرب حتى في البساطه والسلاسه بتاعتها بتقدر ان هي تعمل عظمه. بطولة اتمنى ان هي تنجح في المغرب، واتمنى ان البطولة ما تخرجش من المغرب. نعم صديقي انا بتمنى ان منتخب المغرب للفوتسال هو اللي بيفوز بالبطولة، لان منتخب المغرب للفوتسال هو واحد من المنتخبات اللي بتمثل فخر لافريقيا بتواجد منتخب زي المغرب للفوتسال فيها، ودي واحدة من الحقائق، واحدة من الفاكت اللي لازم تعترف بيها صديقي. بتوفيق للمغرب، وان شاء الله باذن الله تستمتع صديقي لو جيت من منظر الافتتاح او ما شفت الافتتاح، فالنصيحة ليك روح اتفرج على الافتتاح، لان الافتتاح مبهر زي حاجات كتيرة بتعملها المغرب الفترة الأخيرة.